ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحة وماشية السنيورة. يمكن من اشهر اغاني فرقة المصريين اللي اتكلمنا عنها من شوية واللي بيعود من خلالها الموسيقار هاني شنودة مرة تانية بحفلة قوية ومميزة على المسرح الروماني، وده في المدينة التراثية يوم 27 يوليو ضمن فعاليات النسخة التانية من مهرجان العالمين الجديدة. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن فرقة المصريين وعن المذكرات اللي بيكتبها الناقد الموسيقي مصطفى حمدي عنها، وهو مؤلف مذكرات عن هاني شنودة. برحب بيك. أهلا بيكي ومشاهدينك الكرام. عايزة أتكلم في البداية عن مذكرات هاني شنودة. إيه اللي خلاك تفكر أنك تكتب مذكرات أستاذ هاني؟ الحقيقة أنه الموسيقار هاني شنودة ناس كتير ما تعرفش أنه الأب الروحي أو الفنان المؤسس للأغنية المصرية الحديثة، وده كان في نهاية السبعينات من القرن الماضي، أو تحديدا نقول أنه التجربة بدأت في منتصف السبعينات، لأن هاني شنودة كان عنده رؤية أنه الأغنية المصرية فضلت سنين طويلة جدا عايشة في إطار التخت الشرقي وما بتستعينش بالآلات والتوزيعات الموسيقية الحديثة اللي بتحصل في العالم. فهو ليه حكاية برضو يعني مهمة جدا، أنه كان صاحب فكرة تأسيس المصريين كان الأديب الكبير نجيب محفوظ، لما أجرى معاه حوار هو وأعضاء فرقة لابيتي شا اللي كانت بتعزف وقتها أغاني غربي، فقال له احنا ليه ما نغنيش الأغاني أو الموسيقى الغربية دي على كلمات مصرية. أهمية وقيمة هاني شنودة أيضا أنه فكر أنه يخرج الأغنية المصرية في السبعينات من قالب الرومانسية والقالب الشرقي والكلاسيكي ويخليها تعبر عن آفاق جديدة ومختلفة، خصوصا الموضوعات الاجتماعية. أنا أقدر أقول أنه فرقة المصريين اللي تأسست في 8 ديسمبر سنة 77 هي أول تجربة للأغنية المصرية البديلة اللي كانت بتقدم فكرة الأغنية الاجتماعية، وده كان واضح جدا في ألبومهم الأول ألبوم بحبك. لا، لأنه ما كانش ألبوم عاطفي، هو كان ألبوم بيتناول أفكار وقضايا كتير جدا مختلفة. يعني أغنية الشوارع حواديت دي أغنية تبدو رومانسية، ولكنها في الحقيقة أنها بتتكلم عن الحياة بشكل عام وليها فلسفة. من ضمن الأغاني اللي قدموها في البداية طبعا ما تحسبوش يا بنات، يعني كانت أول أغنية وهي مستوحاة ألحانها من الفولكلور الريفي أصلا، فكانت أول أغنية تتكلم عن مشاكل الجواز. أغنية لما كان البحر أزرق من الأغاني الرومانسية جدا، لكنها بتتكلم عن المرأة المتحررة اللي بتحاول تفكر وتشوف ذاتها وتختلف عن بقية النساء. طب ده يمكن على جانب القضايا اللي كانت بتناقشها الأغاني دي، زي ما حضرتك بتقول هي قضايا اجتماعية ومجتمعية، لكن كمان طبعاً على مستوى الموسيقى كان إيه تأثير فرقة المصريين والموسيقار الكبير هاني شنودة؟ تأثير بقى هاني شنودة على مستوى الموسيقى، إنه هاني شنودة من أوائل الناس اللي أدخلوا علم الهارموني الغربي على الموسيقى الشرقية والموسيقى المصرية تحديدا. هاني شنودة تأثيره في الموسيقى إنه هو أول من أدخل الادوات الموسيقيه او الات الموسيقى الغربيه زي الدرامز والبيز جيتار والادوات دي، دخلها في الاغنيه الشعبيه لما عمل لاحمد عدويه اغنيه زحمه يا دنيا زحمه. تاثير هاني شنوده الموسيقي اصلا كمان ان هو كان من مؤسسين مشروع محمد منير الغنائي، انه يبقى عندنا مطرب بيغني اغاني مش رومانسيه وعاطفيه ولكنها لها ابعاد وقراءات مختلفه. على مستوى الموسيقى اصلا كمان هاني شنوده له بصمات كبيره جدا في مجال الموسيقى التصويريه للافلام، يعني يكفي مثلا ولا عزاء للسيدات، يكفي موسيقى فيلم المشبوه، يكفي طبعا موسيقى فيلم شمس الزناتي. اسهامات هاني شنوده انه كمان على مستوى الموسيقى هو مكتشف عمرو دياب، هو مكتشف محمد منير، هو اسس لمدرسه جديده في الاغنيه المصريه احنا مشينا عليها لغايه دلوقتي على مدار 40 سنه واكثر من 40 سنه. أنا كنت يعني كتبت قبل كده وقلت إنه إذا كان حميد الشاعري هو اللي عمل الشكل الموسيقي التجاري، لكنه هو استلهم ده كله من هاني شنودة صاحب رصاصة التغيير الأولى في شكل الأغنية وشكل الموسيقى المصرية الحديثة. فلو بنقول إن الأغنية المصرية دلوقتي على مستوى الموسيقى وعلى مستوى الأفكار شهدت تحولات كبيرة جدا على مدار 30 40 سنة اللي فاتت، فصاحب الفضل الأول في هذا التغيير هو الموسيقار هاني شنودة. طيب فرقة المصريين متوقع منها ايه في مهرجان العالمين؟ وده المفروض هيكون عودة ليها وهنشوف الحفلة الخاصة بيها مع نهاية المهرجان في آخر أسبوع تقريبا.
هو الحقيقه ان فرقه المصريين حصل لها كذا اصدار، يعني بدايه فرقه المصريين سنه 77 استمرت لفتره، وبعدين تم تغيير اعضاء الفريق لاسباب مختلفه، كان اولهم رحيل منى عزيز وقدوم ايمان يونس، وبعد كده لما الفرقه اتفككت في نهايه الثمانينات، فبعد فتره في التسعينات رجع الموسيقار هاني شنوده بجيل جديد. هو كل عقد تقريبا بيرجع فرقه المصريين باصوات وعازفين جدد. انا متوقع واعرف شخصيا ان الموسيقار هاني شنوده في الحفله الجديده دي هيقدم مجموعه من الاغاني اللي اشتهرت بيها فرقه المصريين، لكن بتوزيعات موسيقيه جديده. ويمكن ده مستوحى كمان من تجربته في مسلسل حاله خاصه اللي اتعرض على منصه واتشت، لانه تم الاستعانه بالاعمال الموسيقيه بتاعته باشهر الاغاني والمقطوعات الموسيقيه زي لونجا وغيرها، تم توزيعها بشكل جديد. هو هيقدم ده بقى على المسرح لايف بتوزيع جديد، بالتوزيع الجديد اللي اتعمل، وباصوات شابه جديده هتشارك في فرقه المصريين. دي اعتقد ابرز المفاجات اللي هتكون موجوده في حفل هاني شنوده والمصريين في مهرجان العالم. ايه الحاجه اللي ذكرتها في المذكرات ويمكن ما حدش يعرفها عن الموسيقار هاني شنوده وعن فرقه المصريين، ممكن تكون معلومه مش معروفه للجمهور؟ والله هو كان في معلومات كتير، يعني مثلا لو هنتكلم على تاسيس فرقه المصريين مثلا، انه فرقه المصريين وقتها كان من ضمن اعضاء الفريق الفنان الراحل عمر فتحي، وكان وقتها اسمه في الاول كان اسمه محمد هندي، وبعد كده سموه عمر جوهر، وبعد كده لما انفصل عن الفرقه سمى نفسه عمر فتحي نسبه الى المخرج الكبير فتحي عبد الستار وقتها. ومن ضمن المفارقات يعني الغريبه انه منتج الالبوم عاطف منتصر، منتج اول البوماتهم كان المنتج عاطف منتصر وشركه صوت الحب، وقتها ما كانش في قناعه بشكل المزيكا اللي بيقدمها هاني شنوده. يعني يمكن اغنيه ما تحسبوش يا بنات تحديدا كان ليها موقف طريف، انه عاطف منتصر قال صوت ممدوح قاسم اللي بيعمله بطريقه البيز جيتار وهو بيغني في المقطع بتاع ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحه، فكان معترض جدا انه ده شكل في الغنى مختلف تماما عن اللي بيحصل. وبعد وقت نجحت الاغنيه وكان مختلف، هو مش الشكل يعني بس، كان موضوع الاغنيه دي مختلف ومضمونها والكلمات كانت دمها خفيف وبتوصف حاله، وكمان لو قلنا ان كانت اغنيه مصوره كانت بتعرض على التلفزيون. بالظبط بالظبط. ويمكن هم كمان فرقه المصريين من المعلومات اللي محدش يعرفها ان كان في اسامي مقترحه كتير لاسم الفرقه. المنتج عاطف منتصر كان عايز يسميهم فرقه المجانين مثلا، يعني كان في اسامي كتير، لكن هاني شنوده اصر ان الفرقه يبقى اسمها المصريين، علشان يبقى اسم الفرقه بيعبر عن الهويه المصريه. حتى كمان في بدايه حفلاتهم كانوا بيطلعوا لابسين الجلابيه الصعيدي وهم ماسكين البيس جيتار والكيبورد والدرامز، فكان شكل مختلف جدا انه يعني فرقه بتطلع لابسه جلاليب صعيدي وهم بيغنوا. من الكواليس برضو كتير اللي في مذكرات الموسيقار هاني شنوده هي فكره وجود الموسيقار يحيى خليل معاهم في البدايه كعازف درامز، وبعد كده استقل بنفسه وعمل فرقه يحيى خليل وخد معاه محمد منير وعملوا الالبوم العظيم شبابيك اللي يعتبر واحد من ايقونات الموسيقى المصريه في نصف القرن الماضي. يعني في كواليس كتير وحكايات كتير جدا يعني عن هاني شنوده وفرقه المصريين، لكن الفرقه عانت من حاجه غريبه قوي انه ما عاشلهاش مطربه سولو، يعني المطربه السولست الرئيسيه للفرقه ما عاشتلهاش. يعني في البدايه منى عزيز سابتهم بعد ما سجلت اول البوم اللي هو بحبك لا، في منتصف تسجيل الالبوم الثاني رحلت منى عزيز عنهم وسابت الالبوم وهم بيسجلوه، لدرجه انها اضطرت انها تدخل تسجل كل الاغاني بتاعتها في يوم واحد. فجأتهم قالت لهم انا اتجوزت وجوزي مش عايزني اكمل في الغنى. يعني هي مراحل كتير في تاريخ طبعا فرقه المصريين حضرتك رصدتها من خلال مذكرات هاني شنوده ومن خلال يعني تعاملك معاه وتتبعك لتاريخ الفرقه دي، الحقيقه اللي اثرت كتير في الموسيقى المصريه. وزي ما قلت الموسيقار هاني شنوده خرج الكتير او اكتشف الكتير من الاصوات الموسيقيه الشابه اللي اصبحت الان موجوده على الساحه بشكل كبير. انا بشكرك شكرا جزيلا في النهايه الناقد الموسيقي مصطفى حمدي مؤلف مذكرات هاني شنوده، شكرا جزيلا ليك.